قتل شخص وأصيب آخرون خلال مواجهات بين المحتجين وعناصر الأمن في مدينة كازرون الإيرانية على خلفية أزمة العطش والمياه وشح المياه في المنطقة. وكانت القوات الأمنية قد هاجمت تجمعا سلميا لأهالي كازرون وأطلقت عيارات نارية لتفريقهم، وهو ما أدى إلى مقتل أحد المحتجين وسقوط قتلى وجرحى. ويشهد قضاء كازرون مظاهرات عارمة مناهضة للنظام احتجاجا على محاولات الحكومة الإيرانية لتقسيم المنطقة، ولتحقيق ذلك منعت الحكومة وصول المياه للمدينة لوقف الاحتجاجات ولاستكمال مشروع تقسيم المدينة الذي يرفضه الأهالي، وهو ما تسبب بأزمة جفاف حادة في المدينة.